زوج نمبر سميك زوج 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 السلام عليكم، معكم حنان من مدينة أزرو. جيت نحكي لكم القصة ديالي اللي عندي. الوالدة ديالي مريضة، عندي كابي معوقة ما كتقدرش تمشى وكتلبس غير الكوج، وبغينا شي واحد يتعاون معنا على حساب الكوج، وحنا كنديرو غير الكروسة. انا واحد اختي اللي كانت تعاون عليها الا ما هزيناها راه ما كتمشاش، رجليها بحال الا مشي الليل ولا ما نعرف. المهم وحنا غير كاريين، وغير انا واختي اللي كانت تعاونوا على الزمان، الا ما خدمناش في ديور الناس كانت تكرفسوا. ودابا عندنا الوالده ديما كتقدرش تمشى، حنا دابا ما كنقدروش نخرجوا باش نخدموا. حتى الا خرجت وحده تخدم يعني كتبقى وحده في الدار باش تقابلو، لكن وحده الا بقات راه ما كتقد عليها، يعني تهزها خاص جوج الناس اللي يهزوها. والوالد ديالنا تخلى علينا ملي كانت عندنا 3 سنين، وبغينا شي واحد يتعاون معانا وما كيخلص لينا الكره، ما كيوصلنا في العيد، وغير في العيد حنا بنا ملي كيعطينا غير اللحم وكيتعاون معنا. مع حنا ما عمرنا ذبحنا بحال الناس، وما عمرنا عيدنا بحال الناس، وحنا ما عارفين واش واكلين واش شاربين واش ناسين واش ناسين في الزنقه، ما عرفنا حتى شي حاجه. وحنا اصلا كاع ما كنعرفو، وما كيسول فينا وما عرفنا حتى شي حاجه. هو مشى خدام خدام على راسو، ما كيعرفنا حتى شي حاجه، وحنا خايفين غير نتشردو في الزنقه. ما والوالده ديالنا اللي كاينه عندنا ومريضه الله يخليها لينا، وهي انا ما هزيناها راه ما كاين والو. يعني هاد المده ديال 20 عام اللي دخلها عليكم باك، ما عمركم قلبتوا عليا؟ ما عمره جا هو سول عليكم؟ ما عمره ما عمر جا سول فينا؟ ما عمرنا عرفنا حتى شي حاجه. يعني ما مطلقينش هو والوالده ديالك؟ لا ما مطلقينش، مشى صافي، ما مطلقينش وما كيسول فينا وما كيعرفنا حتى شي حاجه. السلام عليكم. عطيني الميكرو واحد شويه. تفضلنا. انا سيتي فاطمه من مدينه ازرو، كنسكن في الشيشان. المهم انا جيت نحكي لكم قصتي، داكشي اللي واقع. المهم عندي الوالده مريضه شويه، المهم بحالتي اعاقه، كتكون عارف الكروسه، المهم كندير لها لي كوج. المهم جاب لينا وصافي. حاولي تهضري بجد شويه، كاين الناس ما كيسمعوش. وبغينا شي واحد اللي يتعاون معانا، شي محسن، وهادشي اللي كنتمناه. والاب ديالنا مخلينا شحال هادي اللي كانت عندنا 3 سنين، دابا راه جايه 20 عام لاج ديالنا. يعني هاد المده كامله ديال 20 عام شكون كيصرف عليكم؟ شكون كيخلص الكرا؟ ايوا اللي جاب الله. كل مره فاش كنخدموا، كل مره فاش كنسلكوا صافي، غير كنسلكوا صافي كل مره. وشنو ودابا كنطلبوا من شي واحد اللي يعاوننا شي حاجه. المهم اذا كان خدينا شي حاجه يعاوننا فيها، على حسب هاد الكوش ديال امي، حيت لحقاش غالي بزاف ومصروف شويه في المصروف. يعني امك باش مريضه؟ المهم مريضه بالرجلين. المهم هادي فاش ولدتنا صافي مرضات، مابقاش كتقد تمشى. المهم داكشي ديال بوز اللوم صافي، وكتكون دابا في الكراسه. السلام عليكم. المهم بغينا شي محسن اللي تعاون معنا على حسب الوالده ديالنا، ولا اللي خلص لينا الكرا والمعيشه. بشحال باش كارينا الطرابي؟ انا كاريين ب9000 ريال، وكان الدول ما كيجينا غالي. المهم دابا ما خدامين ما والو، غير كنسلكو فكا هكا، وخاصنا شحال من حاجه، وخاصنا شحال من حاجه وصابرين فيها، وبغينا اللي تعاون معنا على حسب شي محسن. نتوما خواتات شنو هي الامنيه ديالكم؟ اللي الحلم ديالكم انكم يعني يقدر يخرجكم من هادشي، شنو كتمناو؟ الامنيه ديالنا نتلاقاو شي محسن اللي يعاوننا، وما كملناش القرايه ديالنا على حسب الظروف اللي عندنا. الوالد ما شكون غيشري لك الكتب؟ شكون غيشري لك الدفاتر؟ وما داكشي علاش ما كملناش القرايه ديالنا، وخرجنا حنا صغار وحنا خدامين في ديور الناس الصغار. ودابا الوالده ديالنا صافي راه طاحت الفراش، راه ما كنقدروش نخرجوا. يعني الا بغيتو نتوما تخدمو ما كاينش اللي قابل الوالده ديالك؟ ايه حتى حنا الا بغينا نخدمو راه ما كاينش اللي قابلنا الوالده ديالنا، حنا اللي عندها دابا. بغينا شي واحد اللي يتعاون معنا على حسب الكرا، يخلص لينا الكرا والمعيشه، وعلى حسب الوالده ديالي عندي مريضه وعندي كابي معوقه، كنهزها غير بالكروسه. هادي هي الكروسه دابا؟ هادي هي الكروسه باش كنهزها خويا. فاش خرجتو من القرايه؟ فاش من مستوى؟ انا خرجت في 6، اختي خرجت في 3.
وما كملناش على حسب الظروف اللي عندنا. يعني ما كاينش عندنا اللي ما هذيك لقيتوش الدعم، ما لقيتوش اللي ترفع عليكم، داكشي علاش خليتو القرايه؟ ما كنا الله يصرف علينا يعني داكشي، علاش انا اللي كنت خرجت الاول وكنت كنخدم في ديورنات، من بعد خرجت هادي وكنت تعاونوا، ولكن دابا راه صافي تحت الارض مريضة ما كتقدرش تمشي. الاحساس ديالك كنتي كتشوفي يعني امك مريضه وكتعتب وما كاينش يعني ما تقدريش ديري حتى حاجه، تقدري تخدمي ما تقدريش تخليها بوحدها. يعني على الاقل الوالد ديالنا خصو غير يسول فينا عن اقلها، على حسب امي يعني يدبز معاه باش تبرا، وما احنا ما عندناش المجهودات كاملين باش ندوزو ليها في السبيطار ديال الفلوس والمخزن. الا مشيتي ليه كيقول لك صافي عرضيها للدار، وراك عارف شنو كان. الجمعيات مش تشمل والجمعيات كان نمشيو عند الجمعيات ما كيتعاونوا معانا في والو، شحال من جمعية مشينا لها حتى واحد ما كيتعاون معانا في حتى شي حاجة. رسالتكم الأخيرة للناس اللي كيشوفوا؟ رسالتنا الأخيرة هي بغينا نتلاقاو شي محسن اللي تعاون معانا على المصروف ولا الكرا، واللي تعاون معانا على المعيشة. ما بغيناش نتكرفصو، ما بغيناش نخرجو في الزنقة. رسالتك حنا مازال صغار، يلا عندنا 20 عام وعندنا حتى حنا شحال من حلم عندنا، والظروف ما سمحاتش لينا. كلمة أخيرة أنت الأخيرة. الكلمة الأخيرة هو المهم اللي يعاوننا وصافي، شي محسن غادي يعاوننا وصافي، غير تعالج ما وصافي. ما بغينا مازال حتى شي حاجة، بغينا شي محسن اللي يتعاون معانا في سبيل الله. الله يرحم لكم الوالدين، هادشي اللي كنتمنى، هادشي اللي بغينا. بغينا شي محسن اللي يتعاون معانا على حسب المصروف وعلى حسب الكرا والموضوع والمعيشة. حنا دابا راه ما نقدروش نخرجوا نخدموا حيت حنا كنعاونوا الوالده ديالنا، حنا اللي كنهزوها، حنا اللي كنبدلوا ليها الكوش، حنا اللي كنديروا ليها كل شيء. دابا ما كاين اللي يتعاون معانا، غير حنا اللي كاينين ومازال صغار. ما بغيناش نخرجوا للزنقه، ما بغيناش واحد اللي يتعاون معانا في سبيل الله. الله يرحم لكم الوالدين.